نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. مستمعي إذاعة الحياة FM، نستضيف لكم في هذه الحلقات الأولى من برنامجكم نور على نور الدكتور محمد فوز الدريسي، لنحاوره في كتابه الذي صدر أخيرا عن دار الليدرز، الشمس عملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة. كتاب يجمع فيه المؤلف كل المعطيات والنظريات العلمية الحديثة حول بداية الكون ونهايته، وكذلك حول بداية ونهاية المجموعة الشمسية، وخاصة نجم الشمس وكوكب الأرض. ويقدم لنا فيه وحسب معطيات علم الفيزياء الكوني الحديث قراءته للكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، وخاصة القرآن الكريم. دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان. تطرقنا في الحلقة الفارطة حول خلق الكون وكيف تطور هذا الكون وهو يتوسع، وكيف أن هذا التوسع أصبح سريعا، أكسلراسيون تاع التوسع. في النهاية وكل شيء مخلوق في النهاية له نهاية. نحن فهمنا أن هذا الخلق، هذا الكون قد خلق من شيء وقد تطور وهو في سرعة التوسع، والآن سينتهي هذا الكون. سي فوز الدريسي، ماذا يقول العلم في نهاية الكون؟ مرحبا سي طارق. نعم، هو نبدأ وننطلق من وين توقفنا مع الفارطة. قلنا أن الكون هذايا بمليارات مجراته ونجومه يتوسع
منذ خلق، لأنه خلق بانفجار عظيم. طاقة الانفجار العظيم هي طاقة عظيمة وهي تدفع الكون نحو التوسع. ثم اكتشف العلماء أن سرعة التوسع زادت، وأوعزوا هذه الزيادة إلى وجود طاقة محيرة، هي طاقة سوداء والطاقة السمراء، والطاقة هذه هي طاقة كبيرة جدا، هي اللي تتحكم في مصير الكون تقريبا. الطاقة السوداء هذه والإنرجي سومبر يقولون، هي يعني جنيس مع أو له علاقة بالمادة السوداء وسي لا ماتيار نوار، سميوها زادة لا ماتيار مونكونت، ما يروهش موجود، يروا أثارها ثم ما يروهش. إذن الكون يتوسع، زادت سرعة التوسع، إلى متى وإلى أين؟ هذا سؤال حير العلماء. هنالك نظريات متعددة، ونظريات متعددة كلها مشكوك فيها إلى يومنا هذا، وفما اختلاف كبير في الساحة العلمية اليوم. ونحن قسمنا في هذا الكتاب تطور الكون أو نهاية الكون، لأن في الحقيقة هو الكون هو طاقة، هو بدأ بعد الانفجار العظيم بإشعاع كهرومغناطيسي بطاقة، ثم تخلقت المادة، ثم الكون تحمله طاقة، طاقة الانفجار الأولي، طاقة السوداء هذه، طاقة النجوم، المادة العادية هي طاقة، النجوم هي خزانات هيدروجين مشتعلة ملتهبة، والطاقة ستنتهي. النظام الأولي ماشي وينخرم، ماشي وتضعف، ماشي أشياء تتحلل، سميه بالفرنسوي الانتروبي. إذن الكون إلى أين؟ قداش مازال باش يدوم؟ نعرف ولا لا؟ ما هو مصيره؟ قسمنا الموضوع إلى النهاية العامة للكون. النهاية العامة للكون يعني ما هي السيناريوهات التي يطرحها العلماء لنهاية هذا الكون. ثم باش ناخذوا وندرسوا بالتدقيق وبالتفصيل نهاية المجموعة الشمسية. لنتفق على شيء. نعم. أن هذا الكون سينتهي. قلنا هو طاقة، والطاقة ماشية للنضوج. المشكلة هو كيف؟ في برشا حسب مبدأ الانتروبي. سينتهي. لابد سينتهي. لابد لو أن ينتهي. نعم. انتهى. نعم. لابد سينتهي، لأنه طاقة، هو طاقة يعني ماشية وتنضب يعني. إذن ثم ثلاثة سيناريوهات لنهاية الكون العامة، يعني لفناء الكون بأكمله. السيناريو الأول هو الكون ماضي في التحلل، مكوناته تتحلل. يقول العلماء أن النجوم باش تمشي وتنطفئ باش تموت، لأن مخزونها من الهيدروجين باش ينقص باش ينضب، والطاقة متاع الكون باش تضعف 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 تضعف، وعلى قد ما يتوسع الكون على قد ما الطاقة تنقص، وعلى قد ما إمكانية تكون نجوم جديدة تنقص. إذن يقولوا الكون ممكن أن ينتهي في صورة تجمد عظيم، انجلاسياسيون ديفينيتيف، يعني اللي يسميه البيك تشيل بالإنجليزية، يعني الكون بشبرد وباش ينتهي على الحالة هذيك. ثم السيناريو الثاني هو الكون يتوسع، يتوسع إلى متى؟ ربما يقولوا في وقت من الأوقات سيتمزق الكون، لأن القوى الجاذبة باش تضعف، ندز 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 ندز، كما كما أنت قلت قبيلي، الأنبولة متاع الولاد الصغار تمشي تمشي تمشي، في وقت من الأوقات بيصير انفجار، وباش الكون يتمزق. سماوها نظرية التمزق العظيم البيجريب، تتمزق المادة حتى الذرة تتمزق يقولوا، وينتهي الكون في صورة فوضى متاع جزيئات أولية فقط. السيناريو الثالث هو يقولوا مرتبط بالطاقة السوداء بالإنرجي سومبر، إذا كان الطاقة السوداء هذه تضعف أو تعكس مفعولها، ممكن الكون يعاود يتكدس على نفسه،
يعاود يتكدس على نفسه حتى يعود كيف ما كان نقطة للتركيز العظيم للطاقة قبل البيج بونك. هذا يسميه البيج كرانش، يسميه بالعربية الانسحاق العظيم. البيج كرانش الانسحاق العظيم. اليوم شفت الكتاب نتاع اللي عملوه في فرنسا هذاك هو بوناسياس و Dieu la science Dieu la science l'épreuve à l'aube d'une révolution اخذوا من السيناريو ثلاثة ابقوا على سيناريو وحيد وهو la fin thermique de l'univers. قولوا الكون باش يبرد لان مصادر الطاقه فيه باش تنضب وباش ينتهي الى كون ميت ما عاد فيه حراره، سميوها لا مور ترميك دو نيفير، الموت الحراري للكون. وعلاش اختاروا واحده برك؟ لان ثم خلاف وراه مشكل عقيدي. وراه جيولوجيا. مشكل ايديولوجي. لان العلماء الماديين الماتيرياليست يقولوا ان الكون هذا لم يخلق. وان بعد الانفجار العظيم الاولاني باش يصير هالبيك كرانش هذايا. ما اقتنعوا بالانفجار. اي يقول لك هذيك مره برك صارتك هم ما عادش بتصير. خلق معها الزمان والمكان قبلها هي، لا كان ثم زمان، لا كان ثم مكان، لا كان ثم حد شيء. صحيح. الصدفه جعلت ان صار هالانفجار العظيم وتخلق الكون. توا في المستقبل الكون باش يتكدس على بعضه لما ينتهي، ثم يعاود يصير ارتداد جديد ربون البيج بونس بالانجليزي يسميوه، باش يصير انفجار جديد كم الانفجار العظيم الاول، ويعاود يتخلق كون جديد. والكون الجديد بعد ما كيف كيف تنضب مصادر الطاقه فيه باش يعاود انسحاق اخر بكرانش اخر، ويقعد انسيك يدور هكاك ما ثمش نهايه. هذا كله وراه مشكل عقدي. اذا كانوا مجموعه ديو لا سيونس لي بروف رفضوا نظريه البيج كرانش والانسحاق الشديد. هتولي حكاية عبثية كيكا. أيوة، كل واحد يوظف حسب مصلحته هو وحسب رؤيته هو، وهذا للنزاهة العلمية مش معقول. والعلم تو ماشي مع النظرية ولا كلهم الزيز ما هم زيز كلمة هذوكم علماء، علماء فيزياء اللي عملوا كتاب هذاك. يعني العلم ما زال مش عارف ما يعرفش العلم العلم لا يمكن أن يفصل في هذا الموضوع مازل. لأنه موضوع معقد جدا جدا جدا، يعني صعب صعيب باش تعطي راي. لكن بعد نهاية الكون العامة هذه ثم نهاية المجموعة الشمسية اللي تخصنا احنا وتمسنا احنا وتمس حياتنا وتمس مستقبل البشرية، اللي هو ربما اسهل في تناوله في فهمه، لان شمسنا اللي هي قلنا منبع الحياة على الارض واللي هي تمسك المجموعة الشمسية متاعها تقريبا يعرفوها العلماء. يعرفوها العلماء بطريقتين، اولا طريقة الحسابات متاع الفيزياء الكونية على فيزيك نوكليير، لان هي سيتنفور نوكليير، ثم حسابات وثم دي كالكول. يعرفوا الشمس قداش تستهلك كل ثانية من الهيدروجين، 600 مليون طن في الثانية. لكن يعرفوا زاد الشمس من خلال ملاحظة نجوم من حجم الشمس في الكون اللي وصلت الى نهاية حياتها، ويعرفوها كيفاش انتهت. والعلم قال ان شمسنا هي من الحجم الصغير المتوسط، هي خزان هيدروجين باش تدوم حياتها تقريبا 10 مليار سنة، وهي توا عمرها 4.5 مليار سنة تقريبا، قريب توصل نصف عمرها. يقولوا أن بالطبيعة هي تشتغل بتفاعلات الاندماج النووي، لا فيزيون تيرمو نوكليير. شو معنى فيزيون تيرمو نوكليير؟ قلنا قبيلي اللي هو ذرات الهيدروجين في قلب الشمس، في لب الشمس، وين ثم حرارة متاع 15 مليون درجة، تصير دونك لفيزيون تصادم الالتحام بين ذرات الهيدروجين. من الهيدروجين أربع ذرات يعطونا ذرة هيليوم وينتج طاقة عظيمة، سات رياكسيون الاندماج النووي هذايا ينتج كمية من الطاقة عظيمة لانرجي نوكليير.
ثم بعد ذرة الهيليوم بيجي ذرة أخرى، يجي السيليسي، يجي الكربون، يجي الأكسجين، يجي وكذا هكذا، كل وين يتصادموا الذرات يكونوا ذرة أكبر. وال هذه تفاعلات الاندماج النووي تنتهي مع ذرة الحديد، لأن الحديد هو معدن يقولوا ستابل يعني مستقر، ما عادش نجم يدخل في عملية الاندماج النووي. والشمس متاعنا هي شمس صغيرة الحجم، والطاقة اللي فيها والحرارة اللي فيها ما تكفيش باش تصنع المعادن الأثقل من الحديد. الحديد مثلا الذهب والفضة وهكذا وتطلع الفوق فوق، كلها تكونت خارج الشمس، خارج المجموعة الشمسية. إذا نجموا يتكونوا في النجوم العملاقة كما قلنا ليزيتوار ماسيف، ونجموا يتكونوا خاصة في انفجار النجوم العملاقة، لأن انفجار النجوم العملاقة تولد طاقة رهيبة اللي ممكن تتصنع على إثرها المعادن، المعادن الأكبر من الحديد. إذا لب الشمس 15 مليون درجة، سطح الشمس 6000 درجة مئوية. الاندماج النووي يصير في لب الشمس، لكن لب الشمس كما قلنا باش يجي وقت باش ينضب الهيدروجين تاعو. شوف الهيدروجين باش يقعد لليوم، لو نويو فاس كونتراكتي، لب الشمس باش يتقلص باش يرفع درجه الحراره، وباش يدخل لليوم اللي في لب الشمس في حركه اندماج نووي، تفاعلات اندماج نووي جديده، حتى لليوم تقريبا باش ينتهي كيف كيف. وقت اللي لب الشمس سو كونتراكت يعني يتقلص، ثم هيدروجين خارج لب الشمس اللي في الطبقات الخارجيه للشمس، الهيدروجين هذاك باش يدخل في عمليه اندماج نووي جديده يسميه لو ريكروتمون الهيدروجين اللي على بيريفيري، باش يصيروا انفجارات في الطبقات الخارجية تاع الشمس اللي على أثرها باش تنتفخ الشمس. لكن الحرارة الطاقة هذه ماهيش كما الطاقة الأولية، أقل. إذا درجة الحرارة في سطح الشمس باش تمشي وتنقص، ولون الشمس باش يمشي ويميل للحمرة أكثر فأكثر. كل وين تصير اندماج نووي في الطبقات الخارجية يصير انفجارات تنتفخ الشمس. ويقولوا أن شمسنا عندما تشارف على النهاية، عندما تولي عملاق أحمر، باش هي قطرها اليوم هو مليون كيلومتر، باش تزيد حجمها تقريبا 100 مرة أو 200 مرة حجمها الحالي، باش تولي 100 مليون أو 200 مليون كيلومتر. احنا يفصلنا عليها 150 مليون كيلومتر، جيب حذانا معنا جيب حذانا. الشمس هذية باش تلتهم في طريقها كوكب عطارد اللي هو قريب لها، ثم كوكب الزهر اللي هو أقرب. ثم العلماء يقولوا اليوم ثم فرضيتين يختلفوا، ثلاثة ولا زوز؟ زوز فرضيات. الفرضية الأولى هي الشمس باش تلتهم كوكب الأرض كيف كيف، باش الأرض باش تلاقي نفس المصير. وشق آخر من العلماء يقول لا، لأن الجاذبية متاع الشمس باش تنقص لأنها هي ماشية وتضعف باش تنظم. ثم الشمس هي تبعث على الأرض دي فون سولار يسميهم رياح شمسية، رياح شمسية عاتية السرعة متاعها 10,000 كيلومتر في الساعة. يقولوا مع نقص الجاذبية مع الرياح الشمسية العاتية اللي باش تمشي الأرض، ممكن تدز الأرض، تدفع بالأرض بعيد على كوكب الشمس، تخرجها من مسارها. يمكن تدز معناها تدفع بالارض 17 مليون كيلومتر على الاساس هذايا باش تنجو الارض، لكن لن تكون الا يعني كتله من الحمم المشتعله المحترقه، كل شيء باش يشتعل وباش يذوب هكذا. اذا ثم زوج سيناريوهات، سيناريو يكون باش تصمت لكن ما عادش عليها حياه واحترقت وشعلت وكذا ومياه البحار العلماء يقولوا باش تتبخر وهكذا، والسيناريو الآخر يقولوا لا راهي باش تلتهمها أو تبتلعها لا محالة. هذا تقريبا
السيناريو اللي اليوم واقف عليه العلم، اللي هو تطور الشمس باش تولي في اخر حياتها هم يقولوا 10 مليار من السنين، مازال تقريبا 5.5 مليار من السنين، باش تولي عملاق احمر 100 و150 مليون كيلومتر قطر، لونها احمر، درجة حرارة على سطحها 1800 درجة مئوية، وهذا نطلبه من السادة المستمعين والمشاهدين مش ما ينساوش 1800 درجة مئوية، ثم لونها باش يميل للحمراء، وباش تظل على الحال هذايا نتاع عملاق احمر تقريبا 500 الف سنة. والارض كاش مش طويلة؟ استبلح الارض كاش مش الارض قلنا ثم فرضيتين. العلم اليوم يقول فرضيتين، فريق من العلماء يقول باش تلتهمها تبلعها، فريق من العلماء يقولوا لا باش تدفعها الرياح الشمسية العاتية بعيد عن الشمس ب 17 مليون كيلومتر باش تنجو، لكن باش تقعد في مدار حول الشمس، لكن لن تكون إلا كتلة من الحمام الملتهبة كما قلنا، ما عادش فيها محيطات، ما عادش بحار وهكذا. أنا حسب فكر كانوا في الآخر لفا مش تقعد في السيستم سولير نتاعنا كله، حسب ما فهمت شمس وأرض. لا ما نعرفوش مازال، لأن الشمس بجدوم على حالة عملاق أحمر 500 ألف سنة، الأرض بعدت شوية لكن مازالت الشمس قادرة باش تمسكها، لكن المريخ والكواكب الأخرى الغازية هم بعاد على الشمس، وجاذبة الشمس ما عادش تنجم تمسكهم. ويقولوا في العلماء يقولوا اللي ثم فرضيتين، ثم مثلا مرور نجمة نتوال قرب المجموعة الشمسية، لأن النظام العالم باش يختل، ممكن باش تلتهم الكواكب الخارجية، لكن الكواكب الأخرى يقولوا باش تصيح في الفضاء، لأن الشمس ما عادش قادرة باش تمسكهم بالجاذبية نتاعها. هذا تقريبا موضوع المجموعة الشمسية نتاعنا. بعد 500 ألف سنة هذه اللي بجدوهم الشمس وهي على هيئة عملاق أحمر، الشمس باش تضعف بالطبيعة، وكمية الهيدروجين تاعها باش تنضب، ثم باش يتقلص حجمها باش تولي قزم أبيض، اون نان بلانش. حتى الشمس؟ الشمس والقزم الأبيض باش يدوم 10 مليارات من السنين على هيئة قزم أبيض، ثم بعد 10 مليارات من السنين تنطفئ على هيئة قزم أسود، اون نان نوار. هذا سيناريو اللي يقوله العلم. والأرض اللي بحده السيناريو الثاني وش يصير فيها؟ الأرض في السيناريو اللي قلنا التهمتها بسرعه الثاني. في السيناريو الثاني ما يقولوش، يقولوا الكواكب اللي ما عادش تمسكها الشمس باش تسيح في الفضاء، لكن إذا كان الشمس تولي قزم أبيض من بعد ما عادش عندها جاذبية، ما عادش حتى الأرض بعيدة، باش تسيح في الفضاء. هذا هو السيناريو النهائي تقريب. بالطبيعة في جانب نظري كبير، في جانب ممكن يتراجع مع الوقت، لكن ثم معطيات زادة علمية ثابتة اللي هي تحدث في نجوم أخرى من حجم الشمس في الكون، واللي العلماء رصدوها وشافوها. يعني ثم أشياء مبنية صحيحة، لكن ثم أشياء ينتابها الشك ومازال فيها ربما، وربما العلم ما يوصلش يعطي فيها رأي نهائي أبدا. تقريبا هذا هو سيناريو نهاية الكون العامة ونهاية المجموعة الشمسية متاعنا. شكرا دكتور فوزي دريسي. انا نطلب من المشاهدين المستمعين اذاعه حتى فهم كي يرجعوا للكتاب نجم يلقاو ما كان يحكي عنه دكتور ناسي فوزي دريسي، انه اسماء لبعض العلماء اللي حكيوا على هذه على هذه على على نهايه الكون وعلى فرضيه الاثنين. انا فما برشا علماء حسب ما فهمت حكيوا في باريس في امريكا. نعم فما فرق علميه وفرق بحث. نعم ليس فقط كلام فكري او فلسفي، لا لا لا، بل هو لا. كلام مبني على نظريات ومبني ربما مبني على الرياضيات، يعني على الماتيماتيك اكثر من على الرياضيات، على الفيزياء، الفيزياء الكونيه. والكلام اللي حطيناه هنا كله في الكتاب هذايا هو مبني على مراكز الابحاث العالميه في فرنسا، في بريطانيا، في امريكا، يعني نعم في سويسرا خاصة. هكذا مستمعينا الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة أفهم، هذا الكتاب ليس كتابا عاديا، هو كتاب علم كما قال سنيف، هو كتاب علم، كتاب فيه كل ما وصل لديه العلم اليوم في الكون، في الأسترونومي، دون
الاسترونومي اي لا كوسمولوجي. الكوسمولوجي. لا كوسمولوجي. كنتين علم الفلك والكونيات. كنتين لوج عليهم صحاب. ما حتى كنتين وصحاب خلي العلم. صحاب يعني. الكون. كما شفتوا كان الحديث شجون مع دكتور فوزي إدريسي حول العلم وكيف بسط هذه المعلومة. في كل هذه الحلقات الأربعة تم تبسيط المعلومة العلمية لديكم. أنتم الآن بعد هذه الحلقات وربما وأنا متأكد أن الكثير منكم قد بدأ في قراءة الكتاب أو قرأ هذا الكتاب. عندما نبسط المعلومة ما ستفعل بهذه المعلومة؟ ما ستزيدك هذه المعلومة؟ ما ستجد فيها من يزيد في نفسك وفي حياتك؟ كما قال سنيفر في المقدمة تاعه أنه العلم الذي لا يؤدي نوعا ما إلى منفعة لا منفعة فيه. منفعة فيه. والمنفعة نجد يمكن أن تكون منفعة مادية، مثلا منفعة تكوين دواء، والمنفعة السيارات عمل السيارات ولا الطيارات، ومنفعة في بعض الأحيان تكون روحانية نفسانية إيمانية. نعود معكم في الحلقات القادمة في هذا البعد الثاني لكتاب دكتور فوزي إدريسي وهو البعد الإيماني. سننظر إلى الكتب المقدسة وخاصة كتاب القرآن، كيف ما نجد في هذه الكتب حول هذا الموضوع. والأجدر هو علومنا عندما نقرأ العلوم ونذهب لكتاب القرآن سنفهم هذا الكتاب ولغة هذا الكتاب بطريقة مختلفة على من فهموها قبلنا. مستمعي إذاعة الحياة FM، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدح دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله. نور على نور. نور على نور. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.